هذا السائل يقول: ما المقصود من غبار الربا؟ وهل الراتب إذا كان من هذه البنوك هو من غباره؟ وما دورنا تجاه هذا الغبار؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنه يفشو الربا في آخر الزمان: فمن لم يأكله ناله من غباره. ظاهر والله أعلم أنه ما يتخلص منه في آخر الزمان لكثرته وكثرة التعامل به، والإنسان يتعامل مع الناس، الإنسان يحتاج إلى التعامل مع الناس، وربما يتعامل مع المرابين ومع البنوك ويحصل من ذلك عليه غبار ولو لم يأكله. نعم.